نرحب فيكم اليوم من ملعب الجوهرة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أرض المستضيف الأهلي والهلال، قمة الجولة السادسة. توقعاتك نتيجة مباراة اليوم ومين يكون نجم المباراة؟ والله اليوم إن شاء الله أتوقع أنه هلالية، هذا التمني، لكن توقع أنه مباراة حماس إن شاء الله وهلالية بإذن الله. شامي بس بإذن الله فوز الأهلي 2-1 للأهلي بإذن الله. مين يكون نجم المباراة اليوم؟ والله الخوف من متروفيتش بس. 4-0 إن شاء الله، إذا هي بخمسة إن شاء الله أنه هلوي، لكن توقع صعب كأسماء وكمستوى طبعا هلال، لكن ان شاء الله انها هلاويه باذن الله. اليوم ان شاء الله محرز باذن الله، مجموعه مباراه باذن الله، بلعب على الاطراف والله، لان محرز وفراس بركان اخر مباريات قلت خطوراتهم، فان شاء الله انه يستغلون اليوم باذن الله. 4-1 ان شاء الله للهلال وكالعاده متروفيتش. اتوقع نتيجه 2-1. طيب مين يكون نجم المباراه اليوم؟ كانسيلو. توقعات صعبه يعني الصراحه، يعني فريقين كبير والهلال فريق كبير والأهلي فريق كبير، فزي هذه المباريات يعني جزئيات بسيطة ممكن تفرق المباراة. 3-1 إن شاء الله للهلال. طيب مين يكون نجم المباراة اليوم؟ من ناحية الهلال متروفيتش، وممكن من ناحية الأهلي رياض محرز. والله مباراة اليوم صعبة صراحة، أتوقع أنا إن شاء الله أنها 2-0 للأهلي. أيوه يعني مجرد توقع بس، معطيات الملعب 3-1 الهلال. مين يسجلها؟ مترو، كلهم مترو. والله اتوقع اليوم ان شاء الله، انا اتمنى الفوز صراحه، مين ما اتمنى الفوز. المهم فنقول ان شاء الله فالنا الفوز باذن الله، والصراحه مباراه قويه ان شاء الله نتيجه 2-1. مين يكون نجم المباراه اليوم؟ ايبانيز. شدوا حيلكم، قدموا كل اللي تقدروا عليه باذن الله. فوز الهلال باذن الله 2-0. اللي يفوز الهلال كم؟ 2-0. مين يكون نجم المباراة اليوم؟ سالم. إن شاء الله بإذن الله فوز أهلاوي، الهلال فريق كبير لكن الأهلي بشخصيته يلعب برجاله وبجمهوره إن شاء الله بيجيب الفوز بإذن الله. كم تتوقع النتيجة؟ بإذن الله 2-1. بإذن الله 3-1 للأهلي، بيكون هداف إيفان توني، 3 أهداف بإذن الله هاتريك هذه، وإن شاء الله تقاح ان شاء الله اهلاويه باذن الله. ان شاء الله ان السلسله باقيه وتمتد الهلال، وان شاء الله 3-0 باذن الله. كل الجماهير السعوديه تتوقع طبعا ان النادي الهلال بيفوز اليوم، لكن باذن الله مع الجماهير هذه الحاضره انه اليوم الفوز اهلاوي 2-1 ان شاء الله.